وللتنكيل بشعبنا، وكل جريمته أنه خرج ليطالب بالعدالة، خرج ليطالب بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، خرج في إجماع وطني تاريخي عظيم شاهده كل العالم يطالب بحقه في تقرير المصير واختيار نظامه السياسي الذي ينبثق من الإرادة الشعبية ويستمد شرعية وجوده من هذه الإرادة فقط. وبدل أن يتجاوب هذا العالم مع مطالب الشعب التي وصفها المجتمع الدولي ذاته بأنها مطالب عادلة ومطالب مشروعة، لكنه في الجهة المقابلة وقف لإسناد النظام الدكتاتوري وأمده بالسلاح والعتاد، وسمح لتحالف دولي، لتعلموا أيها الإخوة الكرام أنه سمح للتسعة جيوش أن تجتاح بلدنا الطاهرة لتنتقم من هذا الشعب. قوات درع الجزيرة بقيادة الجيش السعودي، الجيش الأردني الباكستاني، وجيش من المرتزقة من كل مكان جيء بهم للتنكيل بشعبنا. وتابعتم ماذا قام به جيش آل سعود ضد أهلنا في البحرين، أسال الدماء وانتهك الحرمات والأعراض وهدم المساجد ودور العبادة. ولم يكتفي بذلك، وإنما قام باعتقال الآلاف وتشريد الآلاف المنتشرون اليوم في أصقاع الأرض أمام مرأى العالم الذي يشاهد هذه الوحشية وهذا التوحش في التعامل مع مطالب شعبية أقر بأنها عادلة ومنصفة ومشروعة. ها هو العدوان أيضا الظالم على شعبنا وأهلنا في اليمن العزيز، 5 سنوات من العدوان المتوحش بدون مبرر أخلاقي وبدون أيضا قرار من ما يسمى بمجلس الأمن الدولي. وبالأمس يهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي ليندد بالعدوان الظالم على شعب اليمن، ويطالب الجيش السعودي والإماراتي بوقف العدوان فورا. هكذا لتتكشف آخر الأقنعة وتسقط، ليشاهد العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقف وراء عذابنا جميعا، ما جرى في سوريا وما يجري في فلسطين وما يجري في لبنان وما يجري عندنا هنا في العراق الحبيب وما يجري في اليمن وفي البحرين، كل هذه الحرائق من أجل الهيمنة والسيطرة. أقف هنا اليوم لنرسل رسالة إلى كل أحرار العالم وشرفاء العالم بأن يتخذوا موقفا واضحا وحاسما تجاه هذا العدوان الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بأدواتها في المنطقة. ختاما أقف أستلهم منكم أبطال المقاومة في العراق، أبطال الحشد الشعبي، نستلهم منكم العزيمة، الإصرار، الصمود،
في اتجاه كرامتنا.